يا صباح الفل والورد والياسمين والجمال على كل الناس الحلوة، أخباركم ايه؟ يا رب نكون كلنا بخير سعادة وهنا. النهاردة هقول، لا خليك والله مش بتفائل لما بقعد أفصل الفيديو يا جماعة. ايه رأيكم في فيلم الدبوس الأحمر؟ بس حلو قوي. أخباركم ايه يا جماعة؟ عايزه اتكلم الاول على فكره بمناسبه، عشان انا المره اللي فاتت برضو قلت ايه رايكم في الدبوس، بس كان دبوس معفن ده حلو شويه. بصوا العلامه الخضراء دي بتوقف الفيديو شويه خليني بص كده. عايزه اتكلم قبل ما ابدا الفيديو، عايزه اتكلم في حاجه بالنسبه لللبس. انا قلت قبل كده في فيديو اني انا هتكلم عن، بس هتكلم في عجاله، مش هناخد من وقت، مش هناخد من وقت الفيديو كتير، او الفيديو بتاعنا قصير كلمتين وبس. طبعا بقول كلمتين كده وبرغي كتير قوي. بالنسبه لليوتيوب واللبس والظهور في اليوتيوب والكلام ده كله، انا بس كنت حابه اقول حاجه. اطلعي بطبيعتك، اطلعي انتي كما انتي، كما انتي، اطلعي كما انت مش عارفه اقول ايه. المهم تطلع زي ما انت، اذا كان راجل ولا ست. ليه بقى انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان انا واحده من الناس تعرضت لحاجه زي دي في اول اليوتيوب خالص. ماشي، عموما انا قديمه اصلا يا جماعه في اليوتيوب، بس والله لسه القناه بتاعتي بعافيه شويه. المهم يا مسهل ان شاء الله تكبر كده وبيك وتبقى حاجه واو يعني. بالنسبه لللبس في اليوتيوب والحاجات دي، اول ما بدات القناه خالص كان معايا اختي وبنت عمي. فالمهم احنا دلوقتي انا لوحدي، انا وابن عمي بقى، احنا غيرنا الجروب. كان الاول اختي وبنت عمي، دلوقتي انا وابن عمي، تمام. فدلوقتي اول ما بدات في اليوتيوب فكنت بطلع اللي هو انا طالعه متالقه زياده عن اللزوم، طالعه مرسومه قوي زياده عن اللزوم، لدرجه كنت بحس ان انا شكلي مش طبيعي، يعني انا مش انا. هو الحلو في الموضوع ان انا كنت خس عن كده شويه، اللي هو اول ما بدات القناه احلى حاجه ان هو في الفيديوهات كنت اقل من كده شويه، وهي ده الحلو اللي في الفيديوهات. لكن كنت حاسه اني انا طالعه مش بطبيعتي، كنت حاسه طالعه اني انا حد قايل لي اطلعي البسي كذا او اعملي كذا. ف يعني حتى في اول الفيديوهات، لو انتوا رجعتوا الفيديوهات القديمه هتلاقوا في بعض كام فيديو، مش كل الفيديوهات، لان انا لحقت نفسي، بقيت اقول لنفسي انا بحب دايما ابقى انا ما بحبش ابقى حد مركب، ما بحبش حد يسيطر على فكري او عقلي في اي حاجه. انا دي شخصيتي، انا شخصيه يعني بحب الانفراد في كل شيء، في كل شيء. ماشي، ولو انا يعني سمعت كلام اي حد صدقوني، اللي هو مثلا ارضاء للي قدامي او كده او مجامله، بحس ان انا تايهه، انا مش مظبوطه. في ناس كتير قوي كده، وفي ناس ما بتعرفش تمشي الا اذا كان في تابع، يعني لازم يبقى في متابعه من حد تاني يقول لها اعملي وما تعمليش. هي بترجع لايه؟ لاختلاف الشخصيات. فانا بتكلم بس على موضوع حته اللبس، انا مش بتكلم على اللبس كلبس، انا بتكلم على حته الشخصيه، اني انا ابقى انا 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 انا, أنا شايفه الافضل اني انا ابقى انا، ما بقاش متكلفه، ما بقاش مصطنعه، ما بقاش بعمل حاجه حاسه ان انا ممكن في اي لحظه ممكن ابقى طبيعي، ان الموقف يفرض عليا ان انا ابقى بطبيعتي قوي، فالناس تقول لا ايه دي كانت مرسومه وايه فجاه بقت بلدي. لا، انا عايزه يبقى انت طبيعتك من اولها. فانا في كام بعض الفيديو، في الفيديوهات الاولانيه خالص، كنت حاسه ان انا كاني رايحه خروجه، يعني انا خارجه رايحه مناسبه، رايحه مش عارفه يعني رايحه فين، بس المهم ان انا ايه خارجه. طبعا يعني انا لابسه الحجاب اهو، لابسه عبايه سمراء عادي يعني، بس لا انا كنت بلبس بقى كاني انا خارجه ورايحه مناسبه. والاكسسوار انا عندي الحمد لله، يعني عندي كميه اكسسوار رهيبه. انا بحب، انا اصلا بحب الاكسسوار، يعني انا بحب اقتناء الاكسسوار، يعني مش لازم اني انا البسهم يا جماعه، بس انا بحب اقتناء الاكسسوار. بس والله ليا زمن ما بقتش اجيب الحاجات دي. ف يعني نظرا اني في اطفال بتصرف كتير، مش عارف ابص لنفسي ان انا اجيب لنفسي حاجه. طبعا الامهات كلها عارفه الكلام ده. بس انا بحب اقتناء الاكسسوار وبحب البس الاكسسوار. انا هعمل لكم فيديو على فكره، لو حابين ان انا اعمل لكم فيديو عن الاكسسوار، وهقول لك انواع الاكسسوار اللي هي سبيشال شويه. انا بالنسبه لي الاكسسوار اللي عندي هادي، وفي منه اوفر، في منه يعني ملفت كده، وفي منه هادي قوي. هقول لك ده يمشي مع ايه، وايه اللي يمشي مع الالوان الساده، وايه اللي يمشي مع المشجر، ايه اللي يمشي مع الهدوم الكلاسيك، وايه اللي يمشي. انا عندي الحاجات دي تمام، مع اني انا ما عنديش اللبس بتاعها.
يعني انا عندي الاكسسوار ما عنديش لبس بتاع، بس عندي الحته اني انا اعرف اوفق. يعني انا لو لابسه دلوقتي العبايه السمراء دي انا ممكن البس عليها ايه، يعني ايه اللي يظهرها قوي. تمام، لو انا مثلا كمان لابسه العبايه دي سمراء والطرحه دي مثلا سوده برضو سمراء او لونها ساده، انا ممكن البس ايه يبقى ملفت او 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 يظهر جمال العبايه او يظهر الحاجه اللي انت لابساها. يعني انا دايما اقول اللبس لو بسيط جدا اللي بيرسمه، طرحه شيك، جزمه شيك، شنطه شيك، ممكن يبقى لبسك بسيط قوي وهادي قوي قوي وكلاسيك قوي قوي قوي، وممكن يبقى مش جديد كمان، ممكن يبقى مستعمل انت بتستعمليه ليكي فتره طويله جدا. ممكن تدخلي معاه حته مثلا شوز جديد، شنطه جديده، طرحه جديده، بيرسم وبيغير ملامح الطقم كليا وجزئيا. لو عايزين نعمل حلقه عن الموضوع ده اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي ان احنا نعمل حلقه، اعمل لكم حلقه حلوه جدا صدقوني هتعجبكم. تمام، ليه في الموضه وليه في الازياء وليه في الحاجات دي، بس انا يعني خلاص كبرت بقى على الحاجات دي، ما بتشعمل الحاجات دي خالص كمان، على طول هيك الكلابيه السمراء والعبايه السمراء وفي اي مكان يلا يعني. وانا ما بروحش غير عزا عند الدكتور ما بعملش اي حاجه خالص. تمام، فرح زمن الدلع. المهم ما علينا، مش هو ده الفيديو بتاعنا، مش ده الموضوع. الموضوع بتاعنا بقى ندخل فيه النهارده، جاي اتكلم عن الناس اللي هم انا مش عارفه افتح الموضوع ازاي، بس هنقولها بالبلدي كده او بالعاميه او عادي براحتي بقى كده، انا قاعده بتكلم مع حبايبي واصحابي واخواتي. يعني انا في موقف مثلا او في كلام اتقال قدامي فانا قلت لازم اطلع اتكلم في الموضوع ده. يعني في واحده صاحبتي من فتره كانت بتعمل عمليه المراره، ماشي، فهي كان عندها اضطراب وقلق وتوتر. طبيعي طبيعي، انت لو راحت يعني تخيطي صبعك غرزتين هيبقى عندك اضطراب وتوتر، ده طبيعي. فهي راحت تعمل عمليه المراره فهي متوتره، فاتصلت بيا، فانا حسيت اتصالها بيا ان هي متوتره، هي ما قالتليش ان هي متوتره، بس طبعا كلامها معايا حسيت من صوتها ونبرات كلامها ونبرات الصوت كده ان هي يعني خايفه، وهي في مكان وانا في مكان بعيد جدا، يعني هي في بلد وانا في بلد تانية. فانا اتكلمت معاها فلقيتها بتحكي لي حاجات، فانا بقيت ابسط لها الموضوع قوي، رغم اني انا الحمد لله الحمد لله فضل ربنا ما عملتهاش، يعني الحمد لله الحمد لله ربنا يعفو عنا ويعافينا يا رب. انا دلوقتي ضغطت طعمت اموت اصلا. الحمد لله الحمد لله يكلف الله نفس الا صحه يا جماعه، مريضه يعني عندي امراض ثانيه يا جماعه، بس ما حدش يقول لي عندها صحه، ماشي. الحمد لله. بس انا بسطت لها الموضوع قوي، قلت لها مرت ايه بنتي اللي انت قلقانه منها دي، ده المراره وكمان هتعمليها ليزر، يا شيخه ده الليزر ولا كانك بتعملي عمليه، اصل انت هتستعبطي انت هتهزري مش عارف ايه. وخدت الموضوع كله عباره عن فكاهي من اول المكالمه لغايه اخرها، لدرجه حسيت ان هي حصل لها زي هدوء نفسي كده وبقت مش عايزه تقفل، يعني حصل لها يعني يا انت ريحتيني وطمنتيني بكلامك. فالمهم جينا واحنا بنتكلم في نص الكلام، فانا بقول لها، قلت لها على فكره انا انت عارفه ان انا مش عامله عمليه المراره، بس انا شفت ناس عاملين المراره عاملينها جراحه وعاملينها ليزر واعرف ناس فعلا قريبين مني قوي، يعني اخت جوزي عاملاها جراحه، في اصحابي عاملينها ليزر ورحت معاهم المستشفى كمان، يعني حضرت العمليه يعني شايفه المنظر. فانا عارفه ايه الالم بتاع دي، هو الم كل بني ادم غير مختلف عن التاني ايا كان. انت ممكن تبقي والده قيصري واختك والده قيصري، والدين في نفس المستشفى ونفس الدكتور وقاعدين على نفس السرير، وانت المك غير المها، بترجع بقى لطبيعه الجسم والوزن والصحه وحاجات كتير جدا. تمام، وفي واحده ممكن تبقى والده قيصري بسم الله ما شاء الله الله اكبر، تقوم بعديها بساعتين ثلاثه بتتجول تعمل اي حاجه في البيت. انا ببقى والده طبيعي بعد الشهر مش قادره ابعز ان المفاصل نفسها بتوجعني، كل حاجه فيها بتوجعني، فهي ملهاش علاقه. يعني حته الالم والتعب دي ملهاش علاقه، اما ممكن يبقى زي ما قلنا ان كلنا نبقى عاملين في نفس المستشفى بس تعب كل واحد ونفس العمليه، بس كل واحد اختلاف في الجسم وفي الصحه وفي حاجات كتير جدا. تمام، وفي درجه الابتلاء على فكره، يعني انا دايما بحب ادخل الدين في الموضوع ده، لان درجه ابتلاء غير ابتلائي. انا ممكن يبقى عندي صداع وانت عندك صداع، درجه ابتلائي يا جماعه غير درجه ابتلائك، فطبيعي ان انت ممكن تحس بصداع متعب شويه، في غيرك يحسوا اخف شويه. بصوا عدنا نقول على الدبوس الطرحه فقط، فهي درجه الابتلاء برده بتختلف من شخص لاخر. يعني في اللهم احفظنا وكفينا شر البلاوي، في ناس يبقى عندها كانسر برده نفس نوع الكانسر برده درجه بغض النظر عن الجسم واستقبال الجسم للمرض او استجابته في العلاج، الابتلاء يعني هو اصلا اي حاجه بتحصل في البني ادم زي الامراض زي الـ زي الـ زي الكوارث زي المصايب زي حاجات كتير بتحصل لنا مش حلوه مش ظريفه، عشان الجنه مش ببلاش. انا دايما اقول الجنه مش ببلاش والجنه مش سهله، الجنه لو سهله ما كانش ربنا هيخلي فيه ابتلاءات، ما الجنه سهله بقى كلنا ندخلها. فانا النهارده طالعه اقول للناس اللي بتقول حاجات طول الوقت سلبيه
وتكسر في مقاديف اللي قدامها وتمرض اللي قدامها وتتعبه وتقهره وتخليه قبل ما يدخل اوضه العمليات يبقى مش خايف، لا هو خلاص هو مات واتكفن واتدفن، ده بيعزوا فيه. ده اللي حصل مع صاحبتي وحصل مع ناس كتير جدا. انا شفته وانا بسطت لها الموقف ازاي، عمليه المراره حسستها ان هي داخله تعمل هنقول ايه يا ربي مش عارفه، بس انا يعني انا بسطت لها الامر جدا 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 كانها اتعورت في صباحها كده وداخله تاخد غرزه يعني. لكن هي في وسط الكلام قالت لي يا خلود في ناس عاملينها عندي في العماره، واول ما عرفوا ان انا عندي المراره وعندي درجه يعني حجم المراره مثلا متضخم بكذا او فيها تعب كذا كبروا لها الموضوع جدا، قالوا لا يا خرابي ده احنا تعبنا جدا، يا لهوي ده انا كنت هموت، يا لهوي على الصديد اللي نزل، يا لهوي على الدم اللي نزل، يا لهوي على التعب اللي انا قعدت كده كده، يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يعني كميه لهويات غير طبيعيه. طب يا ستي انتي خلاص عملتيها وربنا عفى عنك وخلاص الحمد لله شفاكي، دي واحده لسه داخله لسه هتدخل، ازاي بيجي لكم قلب كده نتو؟ الفيديو يا جماعه معلش الباب بيخبط. المهم نرجع لموضوعنا، كنت بقول الناس دي بيجي لها قلب ازاي ان هي يعني حد داخل عمليه وانتي جربتي، يعني انتي جربتي حجم المعاناه وحجم التعب وحجم دخلت اوضه العمليات اصلا فيها رهبه يعني لاي حد حتى لو دخلت ولادي، رغم ان الولاده دي بتبقى فرحه ومش عارف ايه بس بيبقى فيها رهبه يا جماعه، انا هيفتحوا لي بطني هيولدوني قيصري هيولدوني طبيعي، تعالوا بابيك في ايه ده معاهدني على فكره في الفيديوهات يا جماعه في ايه، ما لي وعدى من ساعه بس مش مشكله ما علينا. فانا مستغربه قوي على الناس اللي بتعمل كده. يا جماعه يا جماعه يعني احنا اتكلمنا قبل كده على التعليقات السلبيه، مش فاكر تقريبا عملت الفيديو ده نزل ولا منزلش، التعليقات السلبيه للناس طول الوقت بتعلقها على الفيديوهات وبتعلقها على الناس والتنمر والحاجات السخيفه اللي هم بيعملوها على اي حاجه، هم بيعلقوا، هم في ناس اصلا عندها ادمان التعليق ده ان هم يعلقوا على اي حاجه، مش لازم انا اصلا سمعت الفيديو، مش لازم اصلا انا سمعت الموضوع، انا اتحكى لي ايه، انا فهمت ايه، لا هم بياخدوا الانطباع الاول كده والشكل الاول، لا انا هعمل كذا انا هعلق اكتب كذا، فده طبعا غلط. فانا شايفه يا جماعه ان برده في موضوع العمليات ده لما يكون واحده جارتك داخله تعمل عمليه او واحده صاحبتك داخله تعمل عمليه هي نفس العمليه اللي انت عملتيها ايا كانت المعاناه اللي انت عانيتيها، انا عارفه ان انت عانيتي وعارفه ان انت تعبتي قوي فيها زي ما انت بتحكي، انا مش بقول ان انت ما عانيتيش وما تعبتيش، لا انت تعبتي وعانيتي ونزفتي وكل اللي انت بتحكيه تمام، لكن ما اقعدش اقول لواحده داخله لاوضه العمليات ماشي اقول لها يا لهوي ده حصل ويا لهوي ده حصل يا لهوي ده هيحصل معاكي يا لهوي ربنا يقويكي، طب ما اقول ربنا يقويكي من الاول وبلاش يا لهوي يا لهوي يا لهوي دي، ما بسط لها الامور، ما انا خلاص عملتها، انا خلاص عملتها وربنا الحمد لله وقف جنبي والحمد لله انا شفيت تماما وبقيت عادي بتكلم اهو ومفيش اي حاجه خالص، انت اهو واحده بتتكلمي واحده تمام خلاص، هو اصلا سبحان الله بعد فتره اصلا خلاص الواحد بينسى الالم، يعني خلاص هو رحمه ربنا في النسيان في كل حاجه، يعني انا دلوقتي لما ببقى والده لما تدخلي على واحده تقولي لها عقبال المره الجايه تقول لك لا 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 بعد اللي انا شفته بعد اللي انا شفته، انا كنت بدخل على الناس قريبين مني قوي اقول لهم عقبالك بقى المره الجايه، تقول لك المره الجايه ايه ده انا تعبت جدا ده انا هي فعلا تعبت قوي وهي فعلا اتعذبت قوي في الولاده، بس والله بعد فتره بتنسى وبتحمل تاني بتولد، وحمل ده غير ده وحق ولادة ده غير ده وألم العملية دي غير دي غير دي غير دي ودرجة الابتلاء زي ما احنا قلنا بتاعت كل بني آدم غير التاني. فنقول كلمة عدلة ونقول كلمة حلوة، نتعلم ازاي نتكلم، نتعلم يبقى عندنا احنا ناقصنا ثقافة الكلام على فكرة، احنا كمجتمع وشعب احنا ناقصنا ثقافة الكلام والتعامل مع الآخرين والحس بالآخرين، احنا لازم يبقى عندنا إحساس، انا خلاص ربنا يقومني بالسلامه، ايه لازمه ان انا اجرح اللي قدامي، ايه لازمه ان انا اضايقه، ايه ده انت بتموته، انت بتموته بالبطيء قبل ما يدخل اوضه العمليات. انا يا جماعه شايفه ان الموضوع فعلا بقى غريب وبيحصل قدامي على فكره وبشوفه، ولما صاحبتي حكت لي الموقف ده قلت لها لا لا خالص اللي هي بتقوله ده الله اعلم يمكن هي كان عندها مشكله صحيه في حاجه معينه، وبقيت يعني بقيت اشرح لها هي ممكن تكون قالت لها كده ليه، اللي هو انا عايزه ابرر موقفها ان هي شرحت لها وقالت لها كده ليه، قامت صاحبتي دي قالت لي ايه، قالت لي لا ده مش هي بس دي فلانه وفلانه وفلانه، ده لقيت مجموعه كبيره قالوا لها نفس القصه عشان عاملين عمليه، يعني هي دخلت زي مكان كده مستشفى او مستوصف او معرفش عياده او كده، فلقت كل اللي داخلين كانوا اللي عاملين عمليات لسه حديثه واللي عملوها خلاص والحمد لله خفوا تمام من جاني يعملوا متابعه قلقوها ووتروها وهم ما يعرفوهاش اصلا لمجرد عرفوا ان هي داخله تعمل عمليه المراره، ودلوقتي العمليات دي بقت من اسهل ما يكون، فخلاص فيبقى عندنا فن التعامل وفن يبقى في ثقافه في التعامل وفي الكلام،
احنا بنبقى واخدين كليات ومتعلمين تعليم عالي وما بنعرفش نتكلم، ما بنعرفش ندير حوار. يا جماعه جبر الخواطر، اجبري بخاطرها، اجبري بخاطرها، اجبري بخاطرها. انت هتاخدي ثواب لما تقولي لها، حتى لو انت عانيتي قولي لها انا كويسه، انا مفيش حاجه، ده الموضوع سهل وبسيط جدا، الموضوع مش هيضايقك، ده حتى لو شويه تعب بسيط كده. بلاش نقول كلمه تعب بسيط اصلا، لان انت مش هتحسي بيها اصلا. صدقوني هي حتى لو داخله متوتره وهي متالمه بعد ما خرجت من اوضه العمليات هتفتكر كلامك، هيحصلها زي هدوء اعصاب وهدوء نفسي غير طبيعي. لكن كلامك والمشاحنات اللي انت شحنتيها خلاص، هو عقلها اتبرمج ان هي داخله تموت. يا جماعه نختار الكلام، لازم يبقى عندنا ثقافه وفن في التعامل وجبر الخواطر، وان اللي احنا بنعمله ده احنا مسؤولين عنه وهنتحاسب عليه. وانت لما تعملي كده وتخضيها وتلعبيها، مش فكرك مش هتتحاسبي؟ في حاجات ساقطه مننا كتير جدا، احنا بنقول في حاجات، احنا مش هنتحاسب على الكبائر بس على فكره، احنا مش هنتحاسب على الحاجات اللي احنا بنعملها الكبيره، لا هنتحاسب على الحاجات. الحمد لله الحمد لله، احنا في كتير مننا ما بيعملوش كبائر، بس في بيعملوا انيل من الكبائر، في ناس في حاجات صغيرات كده بتقع مننا احنا مش واخدين بالنا منها. فانا اتمنى لما يكون حد، انت شايف حد داخل يدخل عامل عمليه، وانت عامل العمليه دي، بسط له الامر قوي 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 عشان خاطر هو يدخل عنده هدوء نفسي وهدوء عصبي، ويبقى يعني انا ما كنت بدخل اوضه العمليات اولد قيصري، دكتور التخدير كان بيدخل يهزر، الدكتور اللي هو هيولدني كان بيدخل يهزر، ده واجبه، هو لازم اصلا تدخل مكشر ومتضايق ايه ده، في ايه، في ناس فعلا بتدخل تهزر وتضحك، في ناس بتدخل ترقص وتغني، في في المجتمع ده وفي الناس دي، ليه احنا ما نبقاش كده؟ فيا نقول كلمه كويسه يا ندخل ما نتكلمش خالص، ما نتكلمش خالص، نقول الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله ربنا يامر بالسلامه، ان شاء الله ما تقلقيش، بس ما نقعدش نشرح بقى اقول لكم ونعجن ويا لهوي ونقولوا ايه ده. فانا شايفه يعني بصوا احنا نعلم بعض، ممكن يبقى في حاجات واقعه مننا احنا مش حاسين بيها، مش عارفين ان دي غلط، فلما نتعلم من بعض، انا عندي اخطاء، انت ممكن تقولي على حاجه انا استفيد منها، انا عندي، انت عندك اخطاء انا ممكن اصلحها لك، فاحنا بنتعلم من بعض. انا مش طالعه اقول ان انا ست فاضله، انا ست بفهم، انا ست معرفش ايه، لا انا واحده عاديه جدا واقل مما يكون، بس انا طالعه ان احنا بنعلم بعض، اللي عنده معلومه، اللي عنده حاجه يقولها للتاني، ممكن احنا مش حاجه ساقطه مننا مش فاهمينها او مش عارفين نتعامل معاها ازاي. تمام، اشوفكم في فيديو اخر، باي باي.